هذا وعقدت سعادة الأستاذة هالة الأنصارية الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل مع سعادة السيدة فلانتينا ماتيذينكو رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي وذلك على هامش أعمال المنتدى النسائي الأوراسي الثاني بمدينة سان بطرسبيرغ في روسيا وكانت الأنصاري قد استهلت الاجتماع بعرض موجز لجهود مملكة البحرين في مجال دعم المرأة من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى وخصت بالذكر النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل الدولة. على صعيد ذي صلة دعت الأنصاري السيدة فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي إلى تحفيز المؤسسات الروسية المعنية للمشاركة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة وقدمت شرحا عن لجنة الجائزة التي تضم عددا من الأسماء البارزة عالميا في مجال مختلف قضايا المرأة إلى معايير الاشتراك في هذه الجائزة ومزايا الفوز بها من جانبها أشادت السيدة ماتفيينكو بحرص مملكة البحرين على توفير كل سبل الدعم من أجل تقدم المرأة وتفعيل طاقاتها وتذليل العقبات أمامها، مؤكدة أن تبني الأمم المتحدة للنموذج للنموذج البحريني في تمكين المرأة من خلال جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة يؤكد نضج التجربة البحرينية في مجال دعم المرأة.